يا باي. الله حيو بكرة. شلون استاذ؟ اللحن ممتاز، هذا اللي بدي اياه. كلمات جاهزين؟ المؤلف شغال على ودنه استاذ. قومي زهران دهيلة، قومي. ايه لحظة شوي استاذ، ما بيصير انا اغني معه صوتي كثير حلو. الله يوفقك، الله يوفقك. بصير، كل شيء بصير. الثنائيات ماشية هالايام. قومي دهيلة. ايه لحظة بس لسمعوا صوتي. لك قومي خلص، انا بتحشك بشيء، غني لي قومي. اكيد. استاذ صوتك كثير قمي. لك يا اخي بتدربها بيمشي حالها. ما بيمشي الحال هيك، بتأذيني بتورطني. اعتني فيها شوي بتصير من احسن ما يكون، غيرها مو احسن. ماشي الحال. استاذ شو قال؟ سمعنا علقتوا الاعلانات صحيح؟ قلت لك بدي اعمل منك نجم كبير. وامتى بدنا نعيش ونلحق نعمل بروفا؟ بلشوا من اليوم، معكم اسبوع كامل. شو الشغله سلا؟ احسن من القلي او الشوي. مرحبا استاذ. اهلا. كتبت لك 10 قصائد. شو يا صارك شعر جملة؟ استاذ بتنقي منهم وحدة، وإذا عجبتك ها؟ على المكسر، على المكسر استاذ. ما بدي نقي أخي، مبينة 10 قصائد، 10 أغاني يعني كاسيت. استاذ بركي شي قصيدة منهم ما بتزبط تصير غنية. بقرا لك ياهم استاذ. ما بدي لا تقراني ولا ما بدها يعني قصة لا راي ولا شيء. إذا في شي كلمة ما زبطت على اللحن، أنت وبعدين يعني بتشطوها بتمطوها بتصيرونكس. استاذ مو عامل حسابي بالقصايد. بديع. عمل حسابها، مقطع منك ومقطع منك. وانت ليك اعمل لي كم وحده هيك بالمصري.